هالأوضاع كتير منا بيتمنى إنه شريكه يكون عنده مهنة ليساعده. شو بتتمنى تكون مهنة شريكك؟ خلونا نسأل الناس ونشوف شو بيجاوبونا. شو بتتمنى تكون مهنة شريكك بالمستقبل؟ مهنة شريكي بالمستقبل شي بإدارة الأعمال، نفتح شركة سوا. وها انت بتدرس إدارة أعمال؟ بهبة كتير منيح. بس إدارة أعمال؟ إدارة أعمال ماركتينج وهيك شغلات. تقبل حدا غير إدارة الأعمال؟ بقبل حدا غير إدارة أعمال. شو؟ شي فني يكون، كون صاحب موهبة، صاحب شغلة اقدر ساعده. لهلوبي الرقص الشرقي وسقاية الرقص الشرقي هي خطيبتي من ولادي. تكون تاجر الذهب ومع كتير مصاري اقدر استغلها قد ما فيني. كتير منيح. بعدين بتطلقها؟ ممكن برجع بدور على واحدة تانية عندها غير محل ذهب. العالم صايعة يا تكون تاجر بعمل مصاري كتير. ايه يعني؟ كتير اخذ كريدت وانزل اشتري قد ما بدي. شو بدك تعملي بالمصاري؟ انا ما ضروري اشتغل. حتى لو كان بشع؟ اهم شيء المصاري والاخلاق. اهم شيء المصاري. ليش اهم شيء المصاري؟ عشان يقدر يجيب لي كل شيء بدي اياه. خلصيله مصرياته. مو لا مهمتي بالاول. بظن انه المفروض مهندس مدني مثلي اللي يساعدني او شيء، ما بعرف. يا متعلمه بتاعت المدارس. كون نفس مهنتي. شو مهنتك؟ محامي. شو بدكم تعملوا سوا؟ والله بدنا لنا شيء قضيه نصفيها. طيب اذا طلع بقضيه ضدك او طلعت بقضيه ضدك شو ما بتنخ؟ لا بهذا الا حتنخ شيء. لا ما بنخ، هذا الشيء احسن. تتهدل بالبيت. ها لا ساعتها بالله بدي نخ مثل ما عم تقول. كون في شريكه بعدين نتمنى هي تجي لشريكه. اول شيء عم شيء تجي لشريكه. ما عم تجي ولا شريكه؟ في بس لازم تموه. Oh yeah!